في ايه يا حسونة؟ يا بكار، موضوع كبير قوي قوي. بفكر يعني لو اني كنت شفاف، داني كنت حامل عمايل ما حصلتش. كنت هتعمل ايه يعني؟ كنت لما هلعب كوره ولا اجدع مدافع يقدر يوقفني، داني كنت هعدي من جواه زو زي الشبح. بس لما يجي دورك وتبقى في حارس مرمى مش هتقدر تصد ولا كوره، الكور هتعدي منك يا شبح. انا ما بجيبش جون اصلا عشان اني مهاجم مهاري. امال ايه؟ داني حسونه. ما بلاش سيره الاشباح دي يا بكر انت وحسونه، احنا في النيل وممكن اشباح من اللي ساكنه فيه تطلع لنا. ما تقول لهم حاجه يا عم شلالي. اشباح ايه بس؟ انا بقالي 60 سنه في المركب ده رايح جاي في النيل، عمري ما طلع لي اشباح. ياه، 60 سنه يا عم شلالي؟ ايوه، من وين قدكوا كده؟ ما هي شغلانه المراكب دي، انا ورثها ابا عن جد. كل عيلتنا ما تعرفش شغلانه تانيه. يعني انت عمرك يا عم شلالي ما فكرت تشتغل حاجه تانيه؟ تبقى لعيب كوره مثلا؟ طبعا، كنت بحب العب كوره وانا صغير، لكن انا بحب شغلي اكتر. المركب دي عامله زي بيتي بالظبط. أكيد طبعاً، علشان شغلانة المراكب دي بتجيب فلوس كتير. فلوس كتير منين؟ ده بياخد من الواحد مننا جنيه ونص بس. هي دي فلوس؟ الحمد لله، اللي يرزق به ربنا من حلال يكفي، بس مش هو ده السبب الوحيد. الناس دول هم السبب. المهم أخدم أهل البلد وساعدهم يوصلوا لبيوتهم وأشغالهم. من غير المركب دي هيعدوا ازاي؟ صح، بس اني لو كنت شفاف كنت هعدي من غير مركب. هاهاها. ويبقى انت بقى اللي عدى البحر وما تبلش. يا سلام، هي الخفة دي كلها يا بطار. مع السلامة يا أولاد، ربنا معاكم. عم شلالي، ممكن تساعدني؟ طبعا يا بنتي. هتاخد كم على الصناديق دي؟ ولا حاجة يا بنتي، أنا عارف إن دي حاجات بتبيعها في السوق ويدوبك بتكسبي فيها كم جنيه تصرفيهم على أولاد، هجسمك فيهم يعني. ربنا يخليك يا عم شلالي. شلالي. أيوة يا حاج. أنا عايز أروح أزور بيت العيال، بس معيش اللي يكفي الأجرة رايح جاي. ينفع تاخد مني أجرة مشوار واحد وأبقى حسبك بعدين؟ لا طبعا، أنا حوصلك رايح جاي من غير فلوس. ربنا يطمنك على بنتك. ربنا يكرمك يا شلالي، أصيل طول عمرك. يعني انت يا زناتي مخليني سايب المحل بتاعي وجايبني لحد هنا عشان تقولي عايز تستلف مني فلوس؟ مان يا جابر، اتكسفت اقولك كده قدام البياعين اللي شغالين عندك في البازار. طول عمرهم بيشوفوني داخل معايا خواجات بيشتروا منك بفلوس كتير، يقوموا يشوفوني جاي استلف، انت ترضاها لي؟ وفلوسك راحت فين يا زناتي؟ السياحة ما بقتش زي الأول يا جابر، واللنش اللي كنت بعمل بيه رحلات للسياح بقى واقف زي قلته زي ما انت شايف كده. أعمل إيه طيب؟ طب ما تعمل زي شلالي كده، انقل أهل البلد في النيل باللنش بتاعك. وهي دي شغلانة تجيب فلوس؟ ده دوبك ملاليم. انت عارف شلالي بينقلهم بكم؟ مش احسن ما تقعد عاطل؟ ما هو شلالي شغال وفتح بيته من الشغلانه دي اهو،
لا يا جابر، أنا تعودت أكسب فلوس كتير، ولو هنقل أهالي البلد على اللنش يبقى لازم أخد أجرة غالية. أنت هتجيب اللنش بتاعي ده للمركب التعبان بتاع شلالي برضه؟ يبقى تاهت والإناها، أنت تشتري المركب من شلالي، ساعتها أهل البلد مش هيبقى قدامهم غيرك، وتنقلهم بالسعر اللي أنت عايزه. يا سلام، وهو هيبيعه بالسهل كده؟ أنا عندي فكرة هتخليه يبيع. أنت توصل الناس بأجرة أقل منه، تمام؟ هتخسر في الأول، بس الناس هتسيب شلالي وتركب معاك، ساعتها شلالي مش هيلاقي شغلي، وهيبقى المركب زي قلته، تشتريه أنت منه، وبعدين أهل البلد ما يبقاش قدامهم غيرك، تقوم تغلي الأجرة على مزاجك وتعوض خسارتك. ده إيه ده؟ دي خطة عبقرية. مفيش حاجة ببلاش. أنا هاخد منك ربع اللي هتكسبه. واني موافق طبعا، تسلم دماغك. أنا تعبان قوي، مش عارف ليه الأستاذ كان مصر إني ألعب معهم في حصة الألعاب، ما كان يسيبنا نام شوية. عشان هي اسمها حصة ألعاب مش حصة نوم، معمولة عشان تزود نشاطنا ونقاوم الكسل. استحمل شوية يا فارس، هنركب مع عمي شلالي وكلها ربع ساعة وتوصل، وابقى نام في بيتكو براحتك بقى. هو احنا اللي جينا بدري ولا عمي شلالي هو اللي اتأخر؟ أني جعان وعايز ألحق الغدا. يلا يا جدعان، يلا يا جدعان، الحقوا الفرصة، اللنش السريع توصل في أقل من نص الوقت وبأقل من نص السعر. مين ده؟ وفي إيه؟ الفرصة الذهبية يا عالم، عدوا للناحية الثانية بسرعة جدا وبأقل سعر في العالم، نص جنيه بس للنفر. نص جنيه؟ هو في ايه؟ مش عارف، الظاهر في منافس ظاهر لعم شلالي. اهو عم شلالي وصل هناك اهو. وانت هتركب معاه؟ بيقول لك بنص جنيه بس وفي اقل من نص الوقت. انا مش عارف ليه مش مطمن للحكايه دي. أني هروح مع عم شلال. واني كمان، أني أخاف أركب البتاع ده. انتوا أحرار، أني مش هضيع فرصة زي دي أبداً. معلش يا حبيبي، اللانش اتملى، كلها خمس دقايق وارجع لكم. ايه الحكاية؟ من ده يا ولاد؟ يا عم شلالي، ده لانش سريع هيوصلنا في أقل من خمس دقايق، وعارف بكم؟ بنص جنيه بس. نص جنيه، يا سلام. ايه؟ مش معقول. أني مش هستنى اللانش ده، أني هركب مع عم شلالي. واني كمان، انت شفت سريع ازاي؟ ده مخيف جدا. يلا يا جماعة، انتوا مستنيين ايه؟ مستنين اللانش السريع الرخيص. اهو ده اللي ما كنتش عامل حسابه. ما اتفقناش على كده يا زناتي. خايف من ايه بس؟ ده الحل الوحيد. شلالي ده دماغه ناشفه، وكل يوم يطلع بالمركب بتاعه، لازم نخليه يبطل يطلع بيها غصب عنه. ماشي. يا خبر، المركب